يعد حلول العام الجديد مناسبة سعيدة لتبادل التهنئة والأمنيات وربما تذكر اللحظات الجميلة من العام الفائت، وهكذا جرت العادة برئاسة الجمهورية المؤسسة الأولى للدولة، غير أن العام الماضي 2021 لم يكن سهلا على هذه المؤسسة بل على الأمة التشادية ككل، إذ تميز بالرحيل المفاجئ لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو. هكذا قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية موسى خدام أثناء تقديمه التهنئة باسم العاملين برئاسة الجمهورية بمناسبة العام الجديد إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، والذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الراحل المشير إدريس ديبي إتنو. وأتمنى الأمين العام لرئاسة الجمهورية نيابة عن موظفي ديوان الرئاسة الصحة والسعادة والعافية لرئيس الجمهورية ولأسرته الكريمة وللدولة السلام والاستقرار ونجاح الفترة الانتقالية. وحيا الأمين العام لرئاسة الجمهورية سرعة وشجاعة المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدفاع والأمن على الدفاع عن سلامة التراب الوطني وتأمينه، مما مكن التشاديين من العيش في سلام وهدوء. كما أشاد بحيوية رئيس المجلس العسكري الانتقالي في إدارة الفترة الانتقالية، والذي استطاع خلال 9 أشهر على رأس المجلس العسكري أن يرسخ نمطا جديدا للإدارة وتسيير المرحلة الانتقالية بأسلوب اتسم بالجدية والإخلاص والإنصاف، مما أعطى الثقة والأمل للتشاديين. وبفضل ذلك تمكنت البلاد من عبور العام 2021 بهدوء، مما أذهل المجتمع الدولي. وأعرب باسم الموظفين عن سعادتهم بالعمل بجانب رئيس الجمهورية ومرافقته في إدارة مؤسسة الرئاسة، مجددا التزامهم واستعدادهم للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو في معرض رده على تهنئة العاملين بالرئاسة تمنى لهم عاما جديدا سعيدا، وأن يكون عام 2022 عاما للسلام الدائم والصادق والتسامح والوحدة من خلال المصالحة والحوار بين جميع أبناء تشاد. وأشار إلى أن الانتماء إلى مؤسسة الرئاسة أو المؤسسة للجمهورية هو امتياز وتحد في نفس الوقت، لذا دعا العاملين إلى الالتزام حتى يكونوا جديرين بالثقة التي وضعت فيهم. وأضاف رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو أن العام 2021 مضى بما فيه من متاعب وانحرافات إدارية، مؤكدا أن العام 2022 سيكون عاما لا يمكن التسامح فيه مع التهاون الإداري، وعلى كل واحد أن يكرس جهده للعمل. وأتمنى من الله أن يمنح الجميع القوة والشجاعة على المحبة والعفو والمصالحة والقدرة على بناء تشاد بلادنا الحبيبة. هذا وانتهت المناسبة بمصافحة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة للعاملين برئاسة الجمهورية، يتقدمهم الأمين العام ومدير المكتب المدني المستشارون والمدراء العامون ثم باقي الموظفين.